السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بناء على الطلبات اللي جاتني انا قررت ان انا اعمل لكم حلقة النهاردة عن مذبحة القلعة. اهلا بيكم في اسمع مني. استغل المماليك قربهم من الباب العالي في اسطنبول وفحطوا البلد ضرائب وظلم وفساد للشعب المصري، بس المشكلة كانت في صراعاتهم الداخلية اللي خلتهم ضعاف جدا، وده خلى قيادات الحركة الشعبية تطمع فيهم ويحاولوا يبعدوهم عن الحكم. طبعا البديل كان ضابط موجود في الحامية العثمانية اللي موجود على مصر، والضابط ده كان محمد علي. التف حواليه كبار قادة الحركة الشعبية، كبار شيوخ الأزهر، كبار التجار، وتولى محمد علي حكم مصر سنة 1805. مش بس كده، ده كمان وقفوا ضد الباب العالي ومنعوه من اتنين اصلا من مصر، وكمان اتصدوا للحملة الانجليزية اللي كانت على رشيد سنة 1807 اللي كانت بمباركة المماليك وكان هدفها القضاء على محمد علي. وطبعا محمد علي نفى المماليك خارج القاهرة وبدأ يطارد فيهم وبعدين رجع عفى عنهم تاني. محمد علي بعد ما ظبط نفسه في الحكم قال لك نخلص من اي حد عامل دوشة، لان انا مش عايز صداع وكل واحد يا حبيبي يلعب عند بيته. اول حاجة عملها انقلب على الناس اللي وقفت جنبه وبدأ يتخلص من قادة الحركة الشعبية واحد ورا التاني، واللي كان على راسهم الشيخ عمر مكرم. قتل اللي قتل ونفى اللي نفى وصدر ممتلكاتهم واخد اراضيهم وسجن اللي قدروا انه يسجنوا، وبعد ما خلص عليهم بص يمين وشمال ما لقاش حواليه غير المماليك، قالهم بس تعالوا يا حبايبي انا عايزكم. خدهم على حجره وبدا يطبطب عليهم ويديهم اراضي وفلوس واملاك ويقربهم منه واحده واحده لحد ما اطمنوا له، وجات له الفرصه انه يتخلص من المماليك على طبق من الفضه لما امر الباب العالي انه يخرج حمله عسكريه للسيطره على الحجاز. وعشان محمد علي عارف المماليك كويس وعارف غدرهم كانت عينه في وسط رؤوسهم منهم، قال لك يابا اتغدى بيهم قبل ما تعشوا بيا. ارسل الرسل لكل المماليك في مصر بيدعوهم لحفله على شرف الجيش المغادر للبلاد. استجاب كل المماليك وذهبوا لحضور الحفله المقرر ليها يوم 1 مارس 1811. رحب بيهم محمد علي اشد الترحيب تعامل معاهم احسن معامله، اللي كان عايز ياخد عنب ياخد، واللي عايز بطيخ ياخد، واللي عايز فراخ ياخد، واللي عايز خروف ياخد. الدنيا كانت زي الفل بصراحه، راجل كرمهم اخر كرم. ولما قربت الحفله تخلص دعاهم محمد علي انهم يخرجوا معاه في موكب لوداع الجيش المغادر للبلاد. طبعا الموكب ده ما كانش اعتباطا، محمد علي كان عامل لهم كمين ما يخرش الميه. محمد علي عمل عليهم كماشه، مقدمه الجيش كانت قدام المماليك، وفي ظهر المماليك كانوا الجنود مرتزقه البان جابوا محمد علي علشان يخلص بيهم على المماليك. مش الموكب في طريق صعب جدا باتجاه الباب الغربي للقلعة. صعوبة الطريق ومقدمة الجيش كانوا منعين المماليك ان هم يحسوا باللي بيجري حواليهم، وكمان منعتهم صعوبة الارض في المحاولة للهروب. اول ما خرج المماليك اتقفلت عليهم البوابة من بره، وفجأة لف مقدمة الجيش وبدأ وشهم لوش المماليك، وفجأة اتضربت طلقة في السماء ودي كانت اشارة المذبحة. تعالوا ناخدكم للمماليك كان وضعهم ايه. المماليك كانوا رايحين حفلة شايلين سيوف زينة، راكبين خيول، لابسين اشيك لبس عندهم، وطبعا اللبس ده كان تقيل ودي كانت عائق كبير قوي للمماليك. المهم اول ما الطلقه اتضربت بدا جنود الجيش يضربوا نار على المماليك، وهنا مات بعض الامراء اللي كانوا على الخيول. قدر اللي فضل عايش منهم ينزل من على الخيول ويقلع اللبس التقيل اللي عليه ويحاول يهرب، بس محمد علي كان عامل عليهم كماشه. اللي كان بيحاول يهرب ويتسلق الاسوار كان بيلاقي قدامه الجنود المرتزقه يضربوه بالنار ويرموه تاني على المماليك اللي مزنوقين في الشارع. طبعا الممر كان كله هياج، طلق النار اللي انضرب هيج الحصنه ورعبها وكانت بتدوس اي حد قدامها. من ضمن المماليك اللي حاولوا النجاه كان في امير مملوكي شهير اسمه شاهين بيك الالفي، قدر يتسلق الاسوار والصخور ووصل لعتبه قصر صلاح الدين، واول ما وصل هناك لحقوا الجنود الالبان وقتلوه وقطعوا راسه وبعتوها لمحمد علي، لان محمد علي كان موصيهم ان اللي هيجيب له راس امير مملوكي ليه مكافاه عظيمه جدا. الامير الثاني كان سليمان بيك، وده قدر يزحف لحد ما وصل قصر الحريم، وهناك فضل يصرخ ويقول انا في عرض الحريم انا في عرض الحريم. وطبعا من العادات والتقاليد في العصر ده ان اللي بيستنجد بالحريم بينجدوه مهما كان ذنبه ومهما كان غلطه، بس العادات والتقاليد دي عند محمد علي تبقى خالتك. لحقوا الجنود الالبان وقتلوه ودبحوه ورموا جثته بعيد عن قصر الحريم وودوا راسه لمحمد علي. يقال ان بعض المماليك قدروا يوصلوا لتوسون بيه، بس توسون بيه قاعد حاطط رجل على رجل وامر جنوده اقتل يا ابني خلص خلص، قتلهم كلهم ومرضيش يحمي حد. اما بقى اللي بقى من المماليك فدول اتلموا كلهم واتجمعوا وبداوا يتقطعوا راسهم بالسيوف. فضلت مذبحه القلعه من الضحى لحد اخر الليل، اتقتل فيها اكتر من 500 امير مملوك. كل ده محمد علي قاعد في بيته
مع حشيته بيتفرج وعامل نفسه منبنها. وفضل عامل نفسه منبنها يومين على فكره، مش يعني هو فضل كده بيتفرج ومستمتع وزي الفل والدنيا حلوه، انا كده متكيف من اللي حصل. ما هربش من الليله دي كلها غير امير مملوكي اسمه امين بيك، كان ماشي في اخر الموكب، ولما شاف بيبان البوابه بتتقفل قال لك الحكايه فيها ان اضرب الحصان بتاعه نتسلق المرتفع اللي كان مرشف على الطريق. ولما شاف نفسه كده ميت وكده ميت قال لك خلاص ما بديهاش، انا هنط من فوق السور. كان سور القلعه حوالي 60 قدم. نجا امين بيك بعجوبه من الموت وهرب بسوريا، واتعملت له روايه تحكي قصته باسم المملوك الشارد للكاتب جورجي زيدان. بره القلعه بقى في الميادين الشعب المصري كان مستني يشوف الجيش اللي خارج عشان يودعه كعاده الشعب، ولما سمعوا ضرب النار كانه مولد وانفض، كل واحد بقى يجري على بيته، خصوصا لما عرفوا ان شاهين بيك اتقتل. هرب كل واحد على بيته، التجار قفلوا دكاكينهم وهربوا من المرتزقه اللي امرهم محمد علي بقتل اي حد من اتباع المماليك. وطول يومين كاملين والجنود الالبان بيقتلوا اي حد يعترض طريقهم، يسرقوا البيوت، بيقتلوا النساء، وما وقفوش عند البيوت بتاعه اتباع المماليك، لا ده كملوا على بيوت الشعب المصري كمان، لدرجه انهم نهبوا اكتر من 500 بيت. فضلت الحكايه بالمنظر ده لحد محمد علي وابنه طوسن خرجوا وامروا بوقف القتل والسرق والنهب، واللي هيمتنع عن كده كان بيتذبح. انتهت مذبحه القلعه بعد ما اتقتل 1000 بني ادم ما بين مماليك واتباع ومصريين، وتعلقت رؤوس كبار المماليك على المساجد عشان الناس يعتبر، عشان ما حدش دماغه تاكله ويقول لك انقلب على محمد علي. كان باقي من المماليك حبه كده ما راحوش، منهم ابراهيم بيك اللي حكينا عنه الحلقه اللي فاتت اللي باع علي بيك الكبير لصالح ابو الذهب. ابراهيم بيك لما وصلت له الدعوه قال لك انا مش مطمن لمحمد علي ده، وبعدين علينا ده احنا ترينا يابا، يعني احنا اللي عملنا الحاجات دي قبل كده يعني، وما راحش الاحتفال وهرب من محمد علي ونفذ برقبته. اكتر من 200 سنه عدت على مذبحه القلعه اللي كانت نهايه حكم المماليك اللي حكموا مصر لاكتر من 600 سنه ما بين ملوك وسلاطين واتباع للدوله العثمانيه. وهنا انتهت حلقتنا النهارده، ما تنساش تعمل شير لايك سبسكرايب للقناه، فعل جرس التنبيهات، ما تنساش تتفرج على الحلقات القديمه، استنى الحلقات الجايه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.